حي الله الأحرار، فقط من ليس لديه تاج راس وخط أحمر. اللي يتصورون إسرائيل وإيران لديهم عداء فيروح يتغطى وينام. العرب والمسلمين للأسف دائما يحاولون بشتى الطرق، ينتظرون المخلص، وكل من يحاول يحارب أو يعتقدون يحارب من أجلهم. فصنعوا من إيران نمر من ورق، وتصوروا العداء الإسرائيلي الإيراني راح يخلصهم. احنا كناس ندرس نبحث نقرأ، ما معتمدين على احد، نفكر بعقلنا مو بعواطفنا. العرب معتمدين على شخص يجي يخلص هذه الأمة الإسلامية من ما يسمى بالعدو الصهيوني، هذه الذريعة اللي بحياتها ما راح تخلص. زرعوا من إيران بطلة في المنطقة، وهي بطلة من نمر. والإسرائيليين والإيرانيين لو ترجعون وتشوفون عدائهم المن، راح تفهمون يا أغبياء هذه الأمة اللي مسمين نفسكم أمة إسلامية، راح تشوفون عدائهم إلكم يا العرب والمسلمين. اصفوا على نفسكم وحافظوا على بلدانكم، وكافي تنتظرون مخلص، وصيروا الزلم بكل معنى الكلمة، ولا تعتمدون على أحد. الزلم اللي هي تدافع عن بلدانها، ما تعتمد على إيران وغير إيران. تحياتي للأحرار.